سؤاله الأخير يقول: هل يجوز بيع وشراء الكلب والهر أم لا؟ لأنه يوجد ناس يبيعون مثل هذا ويشترون، أفيدونا شكر الله لكم. لا يجوز بيع الكلب وأكل ثمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، فدل على أن ثمن الكلب حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقرنه بحلوان الكاهن وأجرة الكاهن ومهر البغي عن الزانية، فهذه المكاسب محرمة ومنها ثمن الكلب. كذلك الهر لا يجوز بيعه، وإن كان يجوز اقتناؤه في البيت ولكن بيعه لا يجوز. نعم، شكرا. أما الكلب فإنه لا يجوز اقتناؤه في البيت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا يجوز بيعه، لا يجوز الأمران، لا اقتناؤه ولا بيعه. أما الهر فيجوز اقتناؤه ولكنه لا يجوز بيعه.